نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال الدكتور السيد عبد الجواب مدير مديرية الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. مركز كفر سعد والمستهدف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى. القوافل العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، كونها بتتميز بمجانيتها تماما إلى جانب استهدافها للأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية، وده تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي مش قادرين يوصلوا للمستشفيات دي. القافلة العلاجية بيبدأ الإعداد ليها بوقت مناسب. اولا بنبدا نحدد المكان اللي هتقام عليه القافله، بنبدا نشوف لو في تصاريح او اي حاجه محتاجين ان احنا نعملها او مخاطبات لجهات اللي تساعدنا علشان ننفذ القافله. بنبدا نشوف العيادات اللي احنا هنوفرها والادويه والتحاليل والاشعه اللي محتاجينها بناء على الاحصائيه الصحيه للمكان من قوافل قبل كده. بنبدأ الدعاية لقافلة عن طريق السوشيال ميديا والجوامع والكنائس الموجودة بالقرب عشان تعرف الناس ان في قافلة طبية موجودة والخدمات اللي تقدم في القوافل الطبية. القوافل الطبية بتقدم خدمة الكشف والعلاج والتحليل والأشعة، وزي ما قلت كل ده بالمجان. موجودين النهاردة في اليوم الأول من قافلة قرية الإبراهيمية البحرية. القرية تابعة لمركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المركز المستهدف في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القافلة النهاردة على الرغم من النهاردة يوم أجازة إلا إن فيها إقبال كبير جدا، معنا عيادات طبية متنقلة ومتكاملة بكل الأجهزة اللي بتدعم القافلة الطبية. التخصصات الطبية اللي موجودة معانا في القافلة النهاردة: البطنة، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الجراحة، الجلدية، بالإضافة طبعا للخدمات المعاونة من الصيدلية أو المعمل والأشعة. بنقدم في القافلة ندوات تثقيفية وطبية فيما يخص المريض ويخص صحته وصحة أولاده. احنا النهاردة في قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط في القافلة العلاجية في قسم التقارير الطبية، بنقوم بتحويل المريض إلى العيادات المركزية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بدمياط بعد الكشف في العيادات المختلفة إذا تطلب المريض لهذا التحويل، بحيث إن هو يقدر نكمل علاجه في المستشفيات من حيث استخراج قرار نفقة الدولة أو عمل بعض التحاليل والأشعة الغير موجودة في القافلة. وبنقوم بنتابع المريض هاتفيا من أجل الاطمئنان على وصول الخدمة على أكمل وجه مع المريض داخل المستشفيات للتأكد من تقديم القافلة العلاجية بدمياط الخدمة على أكمل وجه. احنا جينا القافلة عشان نكشف أنا وولادي، ولقينا فعلا في كل التخصصات وناس كويسة، وفعلا في تحاليل وفي علاج، وبنشكر القائمين على القافلة ونشكر سيادة الرئيس وحافظ دمياط وفعلا الناس اللي اهتمت بنا وفعلا يستاهلوا كل خير وألف سلام. بالنسبة للرعاية والناس كويسين وكشف كويس، والحمد لله كشفنا أذن وصدر وبطنة، والناس يعني مهتمين بنا وكويسين وما فيش أي مشاكل ولا أي حاجة.